للمزيد من المتابعة مشاهدينا حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف دكتور عوض الترساوي نائب رئيس الجمعية المصرية للاستثمار والتمويل. أرحب بك سيد عوض بداية على شاشة أكسترا نيوز. إذا موضوع أن تكون أو تمثل مصر الوجهة الأولى للاستثمارات الأجنبية، يعني موضوع ليس بالسهل تحقيقه أو إنجازه أو حتى الحفاظ على استمرار هذا الأمر، خاصة وأنه تحتل هذه المرتبة منذ 3 أعوام. برأيك ما هي أبرز العوامل التي تمتلكها مصر ويعني أدت إلى جلب مزيد من الاستثمارات الأجنبية إليها؟ مساء الخير على حضرتك وعلى السادة المشاهدين. بالفعل طبعا محافظة مصر على المركز الأول أو الوجهة الأولى في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة ل3 سنوات متتالية، فهي الأولى إفريقيا والثانية عربيا وشرق أوسطيا بشكل واضح. ده نتيجة عدة عوامل هامة جدا، بدأت بالإصلاح الاقتصادي الكلي، السياسة النقدية، السياسة المالية، محافظتها على برنامج الإصلاح الاقتصادي والقيام بكافة المهام باحترافية شديدة جدا. ده أدى بالفعل إلى تصدرها للوجهة كوجهة أولى للاستثمار، والأهم من ذلك هو إصلاح بيئة الأعمال وبيئة ومناخ الاستثمار. فيعني عشان تكون الأمور واضحة لابد أن نعلم بأنه في العام 2014 كان فقط إجمالي التدفقات الاستثمارية الأجنبية من استثمار مباشر كانت حوالي 4.6 مليار. الآن نحن نتحدث عن 9 مليار بزيادة 11% أو 10% عن العام المنصرم 2018 اللي هو قبل سبب، لأن التقرير بيقول عن عام مضى. وبالتالي فجذب الاستثمارات ومزيد من الاستثمارات ده كان أخذ جهد كبير جدا من الدولة المصرية في عملية الإصلاح الاقتصادي. لكن هناك مؤشرات داخل التقرير جيدة جدا لابد أن تقرأ باعتناء. أهم هذه المؤشرات بأن 41% من إجمالي أرباح هذه الشركات المتعددة الجنسيات أعادت ضخها استثماريا مرة أخرى داخل الاقتصاد المصري، بمعنى أنها لا تخرج كافة تدفقاتها في الأرباح أو أرباحها السنوية إلى خارج الدولة، وده يعني ويعكس ثقة واستقرار الاقتصاد المصري. اثنين، أن 11% التي تمثل انخفاضا أو انخفاضا في إجمالي الاستثمارات بنسبة 23% في المنطقة بالكامل، مصر في منأى عنه أو بعيدة عنه، لأنها طيب بالفعل اتطردت في زيادة جذب الاستثمارات. دكتور عوض، ولكن النقطة التي يعني لا بد من الإشارة إليها وهي موضوع يعني تحقيق مصر لكل هذه الإنجازات الاقتصادية في ظل جائحة فيروس كورونا، كيف استطاعت الدولة المصرية بالفعل يعني أن تحسن مناخ الاستثمار وأيضا تقوم بكل هذه الإصلاحات الاقتصادية في ظل هذه الجائحة والتي بالفعل يعني تضررت منها دول كثيرة؟ قلنا ودائما نقول بأن الاقتصاد المصري اقتصاد مرن جدا ومتنوع إلى أكبر درجة من التنوع الاقتصادي. فيه قطاع زراعي، فيه قطاع صناعي، فيه قطاع خدمي، فيه قطاع سياحي، في قطاع عقاري، في قطاع لوجستي الآن مستجد في محور منطقة قناة السويس ومحور قناة السويس. وبالتالي التنوع الاقتصادي بيعطي مرونة جدا للاقتصاد أن يتعامل مع الأزمات. فضلا عن ما اتخذته مصر من إصلاحات اقتصادية في قرارات نوفمبر الشهيرة 2016 أعاد الاقتصاد المصري إلى الخط الصحيح بإرادة واضحة وصارمة من الدولة المصرية على إصلاح الخلل الكلي في الاقتصاد المصري. نعم، نفذ وقتي يا دكتور عوض، عذرا للمقاطعة، دكتور عوض الترساوي نائب رئيس الجمعية المصرية للاستثمار، كنت معنا مباشرة عبر الهاتف.